كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي. ربنا يا رب يعيده على المصريين كلهم بالخير. حابة اقول لكم حاجة سريعة كده، احنا مش في خلاصة ولا حاجة، بس برضو حاجة ليها علاقة بالخلاصة. كان ابني امبارح يعني كنا قاعدين بالليل بيعمل لي ديزاين، هو ديزاينر باي ذا واي، كان بيعمل لي ديزاين نحطه على البيج يعني بمناسبه مولد النبي. فكنا بنتناقش، فبيقول لي طب انت عايزه تحطي ايه، رسمه ايه، ايه الفيجن اللي في دماغك كده. فقلت له يعني ده اساسي، احنا هنحط عروسه المولد. احنا مولد النبي بعروسه المولد. لقيته بقى بيرد عليا بيقول لي ايه عروسه المولد ده قلت قوي وايه، ويعني كان ناس يقول لي ايه البيئه اللي انت بتدوري عليها دي وحاجه شبه كده. فقلت له الشمس بس كانت داخله في عيني. قلت له طبعا هو من مواليد التسعينات يعني، فبالتالي ما لحقش زينا زي اجيالنا عروسه المولد وحصان المولد والهيصه بتاعه مولد النبي اللي احنا السبعينات يعني اللي اتولدوا في السبعينات كنا بنهيصها. وغالبا الاجيال دي فايتها كتير يعني وهم مش مصدقين. بس قعدت شويه افهمه انه عروسه المولد دي هي وحصان المولد وجمل المولد، لان احنا كان فيه العروسه والحصان والجمل زمان على ايامنا، وان هي كانت بتبقى عروسه وكنا بنشتريها وكنا بناكلها، لان هي كانت بتبقى معموله من السكر، فكنا بنقطع الدراع وناكله ونقطع الراس وناكلها يعني، مع ان هي كان طعمها وحش يعني، بس هو نوع من انواع الاحتفال يعني. قلت له انت ده فايتك قوي، وانه احنا المصريين الوحيدين في الدول العربيه اللي متميزين بان احنا بنحتفل بالمولد بشكل ما وبطريقه ما مختلفه عن الدول الثانيه. يمكن معظم الدول العربيه مش بتحتفل بيه، وانه الموضوع ده من ايام الفاطميين. بس الحقيقه لما قعدت ادور بعد ما حكيت له القصه بتاعه الفاطميين وازاي كل حاجه حولوها الحلويات في مصر، قعدت ادور وحاولت ولسه بحاول اجيب الاساس بتاع حلاوه المولد وعروسه المولد. نكمل في فيديو تاني.